وقف 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 يا هلا بوزير العمل والشؤون الاجتماعية. طبعا اقدم لكم، كمل الفيديو حتى اقدم لهم حتى يصير التقديم حلو. اقف وقف، اقدم لكم الفاشينيستا وزير العمل والشؤون الاجتماعية دي يسوي اعلان المطعم مادو. تخيل وزير يشتغل فاشينيستا. اعطوني الوزير الجادرية. انا راح اسوي لهم الاعلان المطعم مادو. تفضل. ايه معالي الوزير باعوا حلو. بالتأكيد هذا المطعم هو من المطاعم المشهورة في بغداد ويرتده الكثير من الشباب من المحبين، وهو يقدم وجبات إفطار ووجبات سحور في رمضان. وقف 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 وقف، تعال تعال تعال، أنت وزير، أنت بلوجر، أنت فاشينيستا، أنت شنو؟ زين شنو أقدم لكم مطعم مادو يقدم أجمل وجبات الفطور وأجمل وجبات السحور، معاكم الفاشينيستا وزير العمل. هشنو عمي ايش تسوون انتو؟ رئيس الوزراء وين؟ شنو هذا المطعم مالتك؟ قل لنا إذا مالتك، قل لنا، قل للناس، ما بيها شيء. هذا المطعم مالتك؟ مطعم مادو مالتك؟ حتى نقول للناس بعد لا تروحون تاكلون بي، لان هذا المطعم جاي من فلوس حرام. اذا مالتك انت على مود عازمين المتضررين والما اعرف شنو تطلع تسوي اعلان للمطعم وحاط، لا كمل لهم، كمل لهم، خلي يشوفون، انا ما اجيب لهم شيء ببلاش. حتى حاطين بالإعلان، حاطين اسم المطعم واللوغو والأرقام التليفونات. أقدم لكم مطعم مادو برعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية، يقدم طيني. كمل. باوع، وقف وقف وقف. ايه باوع، الوزير مسوي لهم دعاية، الوزير مسوي لهم دعاية. ليش؟ إلا لسببين، لو إنه المطعم إلك صلة بيه، لو إنه المطعم ماتك. قل لنا وخلي اسمع رئيس الوزراء، يصير هذا الحكي؟ يصير يصير إنه وزير يشتغل فاشينيستا؟ يصير وزير يشتغل بلوجر؟ يصير وزير يشتغل يوتيوبر؟ يصير وزير يشتغل وجه اعلانات؟ تخزينة هسه لو حاكي كلمتين قايل يابا شكرا للمطعم انه استقبل الفقراء، استقبل ما ادري شنو، اوكي منطقيه، لكن مو انه مطعم مادو يقدم وجبات الفطور والسحور من اطيب واجمل الوجبات. قرة عينك يا شعب. هي الله، هي هاي، هي هاي وزراء الاحزاب، هي هاي، شوف شو يجيبوا لك، هي هاي وزراء الاحزاب.